جاي لك يا مصباحي العزيز. استنى يا عصام، ايه اللي انت هتعمله ده؟ معقول هتخش اوضه النظر من غير ما تستأذنها؟ اه صحيح، وايه يعني؟ انت هتخش تاخد المصباح السحري بتاعك وتخرج على طول. مش صح ابدا اننا نخش اوضه حد من غير ما يعرف. يا ابني دول ثواني ومحدش هيحس بيه خالص، وبعدين ياخد المصباح السحري يعني حاجه تستاهل. اخش وخلاص، دول هم ثواني. في حاجه يا ميس عليا؟ واضح يا انشراح ان انا نسيت مفاتيحي في اوضه المكتب فوق. تحب نبعت حد يجيبها؟ لا انا هروح اجيبها واجيلك حالا يا انشراح. طب اجي معاكي؟ خليكي يا انشراح، انا راجع على طول. اخيرا يس. يا خبر ابيض، اعمل ايه دلوقتي؟ هي راحت فين؟ هي ايه دي؟ انا متأكدة انها كانت معايا. ايه ده؟ انتي هنا وانا دايخة عليكي. كانت قريبة قوي. يلا بقى يا مصباحي قبل ما ترجع تاني. يا خبر ابيض تاني، دي قفلت عليا بالمفتاح. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اهلا اهلا اخويا العزيز. اهلا شهاب. يعني هادي رجع؟ امال عصام ابني اتاخر ليه لحد دلوقتي؟ تلاقيه زعلان بعد ما خد صفر في امتحان الانجليزي. بتقول ايه؟ صفر؟ يا دي النحس. اهو انا بقى لو كلمت حد دلوقتي عشان يجي يخرجني هتبقى فضيحه. مش قلتلك انا ماليش دعوه؟ طبعا طبعا مش قادر توريني وشك، ما هو لولاك ما كنتش هبقى محبوس هنا دلوقتي. مش انت اللي عايز المصباح السحري؟ صح، المصباح. معقول يبقى معايا مصباح سحري بيحقق كل امنيات وافكر اخرج ازاي من هنا؟ انا ادوس على الزرار والجن هيتصرف. ما انصحكش، لو زي ما بنسمع في الحواديت هيخرج بدخان ومزيكا وقلق ويمكن يهد القطعه على دماغنا. طب اعمل ايه يعني؟ انا ما قداميش حل تاني. في طبعا حل تاني اهو. يا عم فرج، عم فرج. عصام بتعمل ايه عندك فوق في قرية حضرة النظرة؟ ظروف بقى معلش، يعني المكتب اتقفل عليا بالمفتاح ومفيش غيرك ممكن يخرجني. يا سلام، وايه اللي قفل عليك المكتب بالمفتاح يا فكيك؟ يعني انا مثلا هقعد احكي لك القصة يعني وانا متشعلق فوق كده؟ خرجني الاول وبعدين نتكلم كده. طيب هشوف المفاتيح اللي مع الغفير واطلع لك. استناني. عم فرج بلاش شوشرة، اعمل معروف. حاضر، لما اشوف اخرت ايه معاك. والله انا مش فاهم الجيل ده حكايته ايه. ولا انا. يعني انت عايز تقول لي ان الحكايه دي كلها بسبب المصباح ده؟ طب ليه؟ مصباح سحري؟ وليه لا؟ ممكن يكون مصباح سحري زي مصباح علاء الدين. يا ابني مصباح علاء الدين ده خيال في خيال، لكن ممكن تلاقيه بشكل مختلف عن اللي في الحدوتة والأفلام اللي بيعملها أخوك. مختلف إزاي يعني؟ مصباح باتنين جني وعليهم جني صغير هدية؟ أو 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 مش هتصدقني لو قلتلك إن ناس كتير بيحلموا يبقى معهم المصباح السحري، وياريتهم أطفال زيك، دول كبار زي ويمكن أكبر مني كمان. بار؟ اللي بيحلم بشهادة استثمار تكسبه مليون جنيه، أو يكسب في مسابقة عملها شركة كبيرة، أو حظه يضرب في سحب قرعة. جني المصباح يقدر يعمل حاجات أكبر من كده بكتير. يعني أنت ممكن تطلب إيه من جني المصباح يا عم فرج؟ أنا؟ يا سلام، أطلب وظيفة كبيرة وعربية فخمة وبدل شياكة
وموبايل بخط كمان. أودي ولادي مدارس لغات عشان يطلعوا شاطرين في الإنجليزي، مش زيك على طول جايب صفر في الإنجليزي. وليه بقى السيرة دي؟ طب لو ده المصباح السحر اللي في إيدك فعلا هتطلب منه إيه؟ أكيد طبعا حاجات كتير، أولها قصر كبير مليان لعب وزحاليق في حمام سباحة أقوم فيه أنا وصحابي طول اليوم لحد يقول لنا كفاية ولا ذاكره ولا ما ينفعش. وإيه اللي مش هيخليه ينفع يا عم فرج؟ يا ابني يا ابني يا حبيبي، عشان يتوجد قصر في الزمن ده لازم تصريح من المحافظ وتصريح من الأثار وموافقة من الحي لتوصيل المرافق، يعني زي الكهرباء والمية. يا ابني ده موال طويل، لو الجن جابلك القصر اللي هتطلبه منه هيهدهولك تاني يوم. ولو عايز تقوم انت واصحابك روح النادي، لانك لو قعدت تعوموا طول النهار هتزهقوا ويمكن تبوش. تصدق انك احبطتني، خلاص مش هطلب حاجة. لا اطلب واتمنى، من حق كل حد انه يحلم ويتمنى من غير ما تهدري احلامي. انا مالي، كل واحد حر في احلامه. اسبقني على اوضتك. حاضر يا ماما. احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنتكلم على الاكل يا ساكت. فعلا طبيخ الست قمر يجنن. انا اصلي خبير بانواع الاكل من جميع انحاء العالم زي ما انت عارف، وزي ما انت عارف الاكل الصيني لا يعلى عليه. انا لما رحت الصين السنه اللي فاتت تهت. مليار بني ادم وكلهم شبه بعض الا بخدي. طبعا كنت نازل في فندق 5 نجوم وكنت لابس بلطو روسي جبته من روسيا. يا سبحان الله. شايف الصدفة؟ بلطو روسي من روسيا. لما روحت هناك السنة اللي بعدها ملقتش ولا بلطو، زعلت جدا. قلت ايه الموضوع؟ قلت والله ما انا رايح روسيا تاني. ايامها كان عندهم احتفال وقلبين الدنيا زيطة مع ان الدنيا كانت برد جدا، وده طبعا ملوش اي علاقة باحتفالات تنزانيا. لان تنزانيا حر جدا، ايه الحر ده؟ ومع ذلك تنزانيا لقيتها مليانة بلاطي. قلت الله الله، رحت شاري بلطو ورايح على روسيا. وقلت لهم شايفين شايفين، تنزانيا حر جدا وعندهم بلاطي، مش تا امال فين عصام ومامته؟ طلع فوق يا بابا، اكيد طنط قمر هتكلمه على اللي حصل له في الامتحان. كده يبقى احكي لك بقى على اللي حصل لي في امتحانات سنه تانيه اعدادي. شوف يا سيدي. وانا في تانيه اعدادي دي اخره اللعب والاستهتار وعدم المذاكره. انت من النهارده لحد اخر الاسبوع متعاقد، ممنوع من اللعب وممنوع من التلفزيون وممنوع من الخروج كمان. انا اسف يا ماما، ايدك ابوسها. اسفك هيفيدني بايه؟ انا صحيح كل شويه اقول لك حاول تبقى زي علاء اخوك، لكن الظاهر انك انت حتى مش قادر تبقى نصه. اسمع، جهز نفسك عشان هتبتدي مذاكره بعد الغدا على طول. حاضر، ولا ثانيه تاخير كمان. انا لازم اشوف الجني عشان يحقق لي كل احلامي، ودلوقتي حالا. حاسم، فكر كويس قبل ما تخطي الخطوه دي. يا عم كبر، هتفكر في ايه؟ دوس الزرار عشان تحقق كل احلامك، ويوم ما الجني يخليك الاول على المدرسه مامتك اكيد هتسامحك. صح، يلا. ما تسمعش كلام كبر، انت لو ذاكرت ممكن تطلع الاول على المدرسه من غير جني ولا غيره. يا سلام عليك يا فكر، دايما خوي تعب. ويذاكر ليه وهو ممكن يحقق كل احلامه لما الجني يطلع له؟ بس بس، ممكن بقى تسكتوا شويه انتوا الاثنين وتسيبوني بقى اشوف شغلي. انا مش اقل منك يا علاء الدين، وزي ما الجني حقق لك كل احلامك انا كمان الجني بتاعي هيحقق لي كل احلامي. يلا اظهر وبان عليك الامان.